إن الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. رئيس هذه الحفلة الثقافية الإسلامية المباركة الميمونة، والقضاة الماهرون والمستمعون الأعزاء، أرحبكم ترحيبا حرا وأهنئكم تهنئة مباركة، أحييكم بتحية الإسلام الخالدة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها المستمعون الكرام، كنت أمامكم لأن ألقي كلمة وجيزة حول موضوع المسائل العظمى التي يجب على المسلم تعلمها. أيها الإخوة الأفاضل، اعلموا رحمه الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل. الأولى العلم، هو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. الثانية العمل به. الثالثة الدعوة إليه. الرابع الصبر على الأذى فيه. والدليل قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر، إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال شفيعي رحمه الله تعالى: لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم. وقال البخاري رحمه الله تعالى: باب العلم قبل القول والعمل. والدليل قوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. أخيرا أقول لكم إن هذه المسائل العظمى التي يجب على المسلم تعلمها هي مهمة جدا في الحياة الإسلامية وفي المجتمع الإسلامي، فعلينا أن نتعلمها ونحفظها جميعا في أسرع وقت ممكن. والله ولي التوفيق. مع السلامة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.